بنتكلم في موضوع العمرة ومستجد العمرة بإلغاء العمرة أو وقف تنفيذ رحلات العمرة. أصدرت المملكة العربية السعودية أمس قرار بتعليق عمل العمرة من تاريخ 26 فبراير حتى تاريخ 13 مارس مبدئيا، يعني حوالي فترة أسبوعين لتجهيز الحجر الصحي بالمملكة العربية السعودية. القرار كان في بدايته، أو القرار ابتدى إن هو يتعرف أمس، من ليلة أمس كان في بداية القرار، كان على جميع السفر إلى السعودية، ولكن تم تعديله اللي هي صباحا ليكون على تأشيرات العمرة وعلى الزائرين للمملكة العربية السعودية اللي هم كانوا في الدول اللي هي انتشرت فيها حالات كورونا زي الصين وإيران وبعض الدول اللي هي فيها حالات زيادة. فعلا النهارده في معتمرين مصريين اتمنعوا من السفر، يعني كانوا محرمين مثلا من سوهاج او من اسكندرية او من مصر وتم منعهم. وفي بعض الرحلات لسوء الحظ هم سافروا فعلا ووصلوا وبعد كده رجعوا ما ادوش المناسك. طبعا ده اجراء احترازي يحترم من المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية يعني على مدار تاريخها هي بتخدم ضيوف الرحمن وبتقدم جميع التسهيلات وبتقدم جميع كرم الضيافة وتسهيل إجراءات المعتمرين، لكن في وضع طارئ زي اللي هو موجود ومع انتشار فيروس جديد لسه لم يتم اكتشاف لدواء أو مصل. فكان قرار بالتأكيد هو قرار صائب، أو إن هو قرار لمصلحة المعتمرين. تبعيات تأثير قرار السعودية بتعليق العمرة أو الإلغاءات، مبدئيا هو بنطمن المعتمرين المصريين لن يضر أحد من هذا القرار، بمعنى الدولة بتدي توجيهاتها إن هو يتم إعادة المعتمر من حقه إن هو يسترد كامل قيمة رحلته من شركة السياحة، أو إن هو يجي يتحجز له في وقت تاني بعد زوال السبب. فبالنسبة للمعتمر لن يضر من هذا القرار، هو قرار تعليق لمدة أسبوعين لحد ما يتم تفعيل الحجر الصحي هناك. ممكن بالنسبة للشركات هي هتعاني من مشاكل من هذا النوع، لأن طبعا بالنسبة لشركة السياحة بتبقى عاملة حجوزات فنادق وبتبقى دافعة ثمن التأشيرة، بتبقى محولة ثمن الإقامة. لكن احنا كشركات اتعودنا ان احنا بتحصل ساعات كتيره مثلا ازمات او مشاكل، بنقدر اللي هي نيجي نتجاوزها او بنقدر ان احنا نوصل لاقل الخسائر، لكن كمعتمر لن يضر من هذا القرار باي حال من الاحوال. في ناس كتيره بتسال طب هيتم ايه في الحج؟ طب هيحصل ايه بقيه الموسم؟ السعوديه كان قرارها واضح جدا ان هي لمده اسبوعين حتى تجهيز الحجر الصحي هناك. بعد تجهيزهم للحجر الصحي بالتأكيد هيبقى عندهم الآلية للتعامل مع هذا الموقف. المملكة العربية السعودية دائما هي محترفة في التعامل مع المعتمرين وضيوف الرحمن. بالنسبة للحج أعتقد أنه في فرصة كاملة أن هو يتم وضع آلية ووضع نظام